السلام عليكم، معكم نادية من أكاديمية نونا كوتشينغ لعلوم الطاقة والتنمية الذاتية. اليوم سوف أتكلم عن طرق زيادة احترام الذات. ما هو احترام الذات؟ احترام الذات الذي يعرفه الكثير من الناس له تعريفات مختلفة، ولكن بعبارات بسيطة، احترام الذات هو الاعتقاد لدى كل شخص بقيمته وأهميته، هو شعور مشابه لاحترام الذات، شعور يشبه الرضا المنطقي عن أنفسنا. وحتى عندما تكون لدينا روح قبول النقد من الآخرين، فإن هذا الشعور يعود بطريقة أو بأخرى إلى احترامنا لذاتنا. لماذا يجب أن يكون لدينا احترام الذات؟ في الواقع إن الشعور باحترام الذات يساعدنا على أن نكون أشخاصا أكثر سعادة ونجاحا، والتصرف بشكل أقوى في مواجهة المشاكل. لا تخف من الفشل ومئات التأثيرات الإيجابية الأخرى التي يمكن أن نختبرها في حياتنا الشخصية والاجتماعية والعملية من خلال التمتع بتقدير أعلى للذات. تعرف معي على العلامات الأربع لتدني احترام الذات. الأشخاص الذين يعانون من تدني احترام الذات لديهم هذه الخصائص: أولاً، عدم قبول أي نوع من النقد. عندما ينخفض احترامنا لذاتنا ونتعرض للانتقاد، يكون رد فعلنا حادا ونغضب ونفقد أرواحنا. ثانيا، ندافع عن أنفسنا في المناقشات التي تكون مع الأسرة والعمل دون أي هجوم. أي نوع من الرأي يجعلنا نعتقد أننا نتعرض للهجوم، لهذا السبب نظهر دفاعنا على أنفسنا. ثالث شيء، في رأينا أن كل شيء يعتمد على الحظ. عندما نعتقد أن كل النجاحات والأحداث الجيدة في حياتنا هي سببها حظ، ونتجاهل استحقاقنا لتحقيق النجاح، فإن تقديرنا لذاتنا يكون منخفضا في الواقع. رابعا، في اللقاءات الاجتماعية والعائلية نتفحص هواتفنا المحمولة لفترة طويلة دون سبب. في الواقع غالبا ما يحدث أنه بدلا من التحدث مع الآخرين نستمر في استخدام هواتفنا، يعد ضعف المهارات الاجتماعية كأحد عناصر الذكاء العاطفي، أحد العلامات المحددة لتدني احترام الذات. طرق زيادة احترام الذات. هناك طرق عديدة لتعزيز احترام الذات. في الواقع من خلال معرفة نقاط الضعف في الشخصية في مجال احترام الذات، يمكننا أن نفهم ما هي الطريقة الأكثر فعالية لزيادة احترامنا لذاتنا. وفيما يلي 12 طريقة جيدة لزيادة احترام الذات. أولا، تعلم مهارات جديدة. ثانيا، واجه مخاوفك. لكي تتعامل مع مخاوفك، غير تعريفك لمخاوفك. مثلا، قل: الخوف صديقي، وهو إنذار وتنبيه يقول أن لدي مشكلة في جزء كذا وكذا. الآن علي الذهاب وحل المشكلة التي نشأت في ذلك الجزء بسهولة. ثالثا، قم بإعداد قائمة بنجاحاتك. رابعا، حدد قيمك ومعتقداتك. خامسا، فكر في إخفاقات الماضي كجزء من عملية النمو. سادسا، اخرج من منطقة راحتك وكن مرنا تجاه التغيير الإيجابي.
سابعاً التعامل مع القضايا الماضية. ثامناً اكتشف ما الذي يسبب التوتر ويقلل من ثقتك بنفسك. تاسعاً اعتني بصحتك ومظهرك. عاشراً ابتعد عن الأشخاص السلبيين. 11 اقرأ المحتوى التحفيزي وأشعر بإيجابية تجاه نفسك. 12 لا تقلق بشأن أفكار الآخرين وآرائهم. إلى هنا أكون قد استكملت طرق زيادة اهتمام الذات. كانت معكم نادية من أكاديمية نونا كوتشنج لعلوم الطاقة والتنمية الذاتية. السلام عليكم.